السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم تتابعون على شاشه تلفزيون قطر بدايه اسبوع جديده وجلسه اعمال ايضا جديده أه نصحبكم فيها لنتحدث عن اخر الاخبار الاقتصاديه الصادره في الدوله خلال ال 24 ساعه الماضيه بالاضافه طبعا لمناقشه حول آخر الإغلاقات للبورصة القطرية مع نهاية الأسبوع الماضي والأرقام التي ثبت عندها المؤشر العام خلال جلسة الخميس نظرة أيضا سريعة على افتتاحات البورصة لصباح يوم الأحد معي في هذه الجولة وكما عودناكم دائما نخبة من ضيوفنا الكرام معي في الاستوديو سيد أحمد عقل محلل الأسواق المالية أهلا بك معنا سيد أحمد ومعنا أيضا مباشرة من بورصة قطر السيد أحمد فضلي صحفي بجريدة لوسيلة القطرية أهلا بك معنا سيد فضلي إذا مشاهدينا دعونا نذكركم باغلاقات يوم الخميس الماضي حيث ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الاسبوع الماضي بنسبة أكثر من ربع النقطة المئوية ليغلق عند مستوى وثلاثين نقطة، وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 21 نقطة مئوية لتصل إلى 595 مليار و700 مليون ريال بالمقارنة مع 588 مليار و600 مليون ريال في الاسبوع السابق تسجل مكاسب سوقية بقيمة 7 مليارات و100 مليون ريال ومن بين أسهم 47 شركة مدرجة ارتفعت أسعار 31 أو 31 سهما في حين انخفضت أسعار 16 سهما كان سهم بنك قطر الأول هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع مع ارتفاعه بنسبة 43.16% بينما كان سهم الطبية هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 5% في المئة كانت أسهم كيو ان بي والريان وإزدان أبرز المساهمين بارتفاع المؤشر خلال الأسبوع حيث ساهم ارتفاع سهم مجموعة كيو بي باكتساب المؤشر لأربعة عشر النقطة خلال الأسبوع كما شاهد ارتفاع أو ساهم ارتفاع سهم مصرف الريان باكتساب المؤشر لاثنتي عشرة نقطة وأربعة النقطة وساهم ارتفاع سهم إزدان القابضة باكتساب المؤشر لحوالي سبع نقاط خلال الأسبوع وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة تبلغ 18.19% ليصل إلى 3 مليارات و300 مليون ريال واستأثر سهم بنك قطر الأول بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع بنحو 440 مليون و900 ألف ريال سيد أحمد دعنا نبدأ معك على الرغم من التذبذب الذي شهده المؤشر خلال الأسبوع الماضي فترى فوق العشرة ألف نقطة وترى أخرى ادنى من تلك النقاط وان كان ملامس لسقفها. آه، تمكن المؤشر خلال الاسبوع الماضي من تسجيل مكاسب بنحو ثلث النقطه آه المئويه تقريبا، هل يمكن ان نقرا آه ذلك كبادره ايجابيه لاتجاه المؤشر فنيا مع بدء موسم الافصاحات الربع آه الثالث من هذا العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا لك. لا شك انه آه، الاسبوع الفائت كان اسبوع مهم جدا على عده مستويات، اولا على مستوى وصول المؤشر إلى مستويات مقاومة 9950 لمنطقة 10000 هي منطقة مقاومة صعبة وشفنا وصل المؤشر حوالي مرتين أو ثلاث مرات قبل اختراقه بالإغلاق الأسبوعي لآخر أسبوعين ولكن هذه المنطقة بالنهاية هي هي منطقة مقاومة من الأفضل ومن الصحي أن نشوف عليها بعض التذبذب لأنه هاي المناطق بتكون عادة دخول خلينا نقول مستثمرين أو متداولين جدد وخروج وجني أرباح لبعض المتداولين وانتقال من أسهم ارتفعت إلى أسهم أخرى وبالتالي أنا بشوف الموضوع صحي جدا عملية التذبذب وعدم الثبات لمرة واحدة بالعكس اختبارة لعدة مرات هذا بزيد السيولة اللي عم تتنفذ عليها وبالتالي بحولها لنقطة دعم قوية إن شاء الله بالمستقبل أيضا بنفس الوقت نحن على أبواب إعلانات نحن نعرف انه ان شاء الله اليوم تبدا الاعلانات مع كيو ام بي ومع مصرف الريان واللي هم مؤثرين بشكل كبير وذو اوزان كبيره على المؤشر وبالتالي اعلانات ارباحهم نعم. راح يكون لها تاثير كبير على السوق وحركته بالايام القادمه بنفس الوقت نحن كنا أدام امام استحقاقات مهمه وتغيرات على مستوى السوق الامريكي، دخول ترامب الى المستشفى واعلان اصابته بكورونا، خروجه وغيره، وهذا الموضوع اثر ايضا على الاسواق العالميه وعلى الداو جونز اللي شفناه باحد الايام عم بينزل 450 نقطه بثاني يوم عم بيرتفع 500 نقطه، وبالتالي تماشى سوق قطر مع هذه التذبذبات التي تمت بالاسواق العالميه. ربما ف... كان هذا هو سؤالي التالي: الى متى ستستمر المؤثرات العالميه خاصه وانها اثرت بشكل صريح على تداولات الاسبوع الماضي ما بين دخول الرئيس الامريكي الى المستشفى باصابته بكورونا ايضا تداعيات الانتخابات الامريكيه وتاثيرها على المؤشرات العالميه وتليها ايضا سحب الرئيس الامريكي لمحادثات الحزم التحفيزيه الجديده وتاجيلها لما بعد وتأجيلها الانتخابات الى إلا اين يتجه المؤشرات العالميه والى متى ستستمر هذه المؤثرات على مؤشرنا العام شوفي انا بد... بدنا نحكي بشكل سريع إذا بنشوف شو صار منذ يعني تولي ترامب سدة الرئاسة بالولايات المتحدة الأمريكية السوق الامريكي وهو باتجاه صاعد وما شفنا عمليه جني ارباح كبيره عليه الا وقت فتره الكورونا وعدنا لتغطيتها بشكل سريع بالتالي من المتوقع انه خلال هذه الفتره بما انه ترامب بنى حملته الانتخابيه على العمل الاقتصادي وتوفير الوظائف والرخاء والنمو الاقتصادي بعتقد انه رح نشوف دعم قوي للسوق الامريكي ممكن نشوف حتى صعودات ولكن على اقل تقدير لن نشهد انخفاضات كبيره من الان حتى فتره الانتخابات هيدا اذا بدك جزء من حمله انتخابيه ممكن تكون موجوده لترامب بنفس الوقت في عنا الارتباط مع الأسواق الخارجية اليوم نحن ببورصة قطر سوف نبدأ إعلان النتائج منذ اليوم أنا دائما أقول أن الأسواق كلها مرتبطة بشكل عام والداو جونز هو أكبر الأسواق الذي إذا عطس أصيبت أسواق العالم بالزكام ولكن تبقى فترة الإعلانات هي فترة إذا بدك مؤثرات داخلية هي الأقوى إلا في حال وجود أحداث عظمى لا سمح الله انفجارات كبيرة حروب كبيرة موضوع آخر ولكن إذا بدنا نحكي فترة الإعلانات هي فترة مؤثرات داخلية بامتياز وبالتالي أنا بتصور أنه الفترة القادمة رح نشوف إعلانات الأرباح هي من تحرك الأسواق اليوم عندنا كيو أم بي ومصرف الريان إذا سهل. أعلنوا عن نتائج جيدة رح نشوف بكرة تحركات قوية بالقطاع البنكي وغيره من القطاعات المرتبطة فيه، نعم. لا سمح الله كانت النتائج اقل من المتوقع رح نشوف ضغوطات بعيدا عن اداء السوق الامريكي، الاسهم التي سوف تعلن نتائج افضل من المتوقع نمو اداء قوي ملاء أمالية سوف نشهد لها ارتفاعات بعيدا عن توجه السوق والاسواق العالمية الاخرى. طيب دعنا الآن نتحدث عن بدء موسم الإفصاحات اليوم ستفصح كل من كيو بي ومصرف الريان عن نتائجهم المالية الربعية لهذا العام. أولاً حدثنا عن توقعاتك لأداء كيو بي البنك الأكثر أو الأثقل في مؤشر البورصة القطرية خاصة وأن ما حدث خلال 2020 ربما حمل معه الكثير من الضغوطات على القطاع البنكي ليس فقط محليا وانما ايضا عالميا انا بدي اقول ان القطاع البنكي بدوله قطر بالربع الثاني وحتى الان من هذا العام اثبت قوه وملاء ماليه كبيره بوجه التعامل مع الضغوطات الكبيره التي واجهت هذا القطاع بسبب جائحه كورونا إذا بنشوف بشكل سريع كيو أم بي حتى نصف العام كان عنده بعض التراجع هذا التراجع كان ناتج عن أخذ مخصصات بشكل كبير لمواجهة جائحة كورونا وبالتالي نحن بنعرف أنه على المدى الطويل وعلى المدى الاستراتيجي المخصصات هي شيء إيجابي يمكن بالسنة اللي بتم أخذ فيها المخصصات بتكون ضغطة على مستوى الأرباح ولكن تعطي هامش أمان وأكبر للمساهمين وهيدا بيؤدي إلى آه خلينا نقول ارباح افضل بالفترات القادمه، بكل الاحوال انا بتوقع أن الربع الثالث رح يكون افضل من الربع الثاني، يمكن في شوية ضغوطات مقارنة مع نفس الفترة من العام الفائت ولكن اتوقع انه مقارنة مع الربع الثاني آه سوف يكون الاداء افضل ان شاء الله آه وهيدا رح يحدد اتجاه بعض البنوك، مصرف الريان شفناه بحتى نصف العام عم بحقق نمو، حتى لو استقرار يعني خلينا نقول نمو مائل الى الاستقرار ولكن بالنهاية في نمو بالارباح وهذا الموضوع عم بيعطيه ادفانتج كبير وميزه مهمه جدا واعتقد انه هذا الربع ايضا رح يكون ادائه افضل بكثير مما من الربع الثاني حتى نعم آآ آآ الان دعنا نتوجه للسيد احمد فضلي سؤالنا لك مره اخرى سيد احمد مع بدء مع بدء موسم الافصاحات ستبدا اليوم كيو ام بي تليها مصرف الريان في الافصاح عن نتائجهما الماليه، حدثنا اكثر عن توقعاتك حول الاداء بالنسبه لكلا البنكين خاصه وان هذا العام حمل معه العديد من الضغوطات على اداء القطاع البنكي بشكل عام وحول العالم. طبعا في البدايه صباح خير لكم ولكافه المشاهدين خلال النصف الاول من العام الجاري لاحظنا تاثر كبير لمجموعه مجموعه قطر الوطني مجموعه كيو ام بي ولاحظناها تنخفض ارباحها مقارنه بالنصف الاول من العام الماضي بنسبه صحيح. تقريبا وصلت الى 13% وحققت ارباح بقيمه تقريبا وصلت الى 6.5 مليار ريال طبعا لاحظنا كذلك يعني ربما بعض الضغوطات على مستوى المخصصات التي حقيقه تضاعفت من الربع الاول الى الربع الثاني اربع مرات تقريبا كانت في الربع الاول تقريبا او تم تخصيص ما لا يقل عن 300 مليون ريال في الربع الاول لاحظناها ارتفعت في النصف الثاني من العام الجاري الى مستوى لا يقل عن المليار ومئتين مليون ريال قطري. طبعا على مستوى البيان الميزانيه للمجموعه لاحظنا نمو حقيقه على مستوى اجمالي الموجودات التي ارتفعت الى مستوى في النصف الاول طبعا نتحدث مستوى لا يقل عن 972 مليار ريال قطري طبعا التوقعات تشير الى اننا سنقترب او ستقترب المجموعه الى تحقيق مستوى تريليون ريال في الربع من الربع الثالث من العام الجاري طبعا كذلك هذا ياتي مدفوعا بارتفاع مستويات الوداع والقروض المسجله لدى المجموعه، المجموعه حقيقة نجحت في تحقيق أداء تشغيلي جيد خلال النصف الأول من العام الجاري وحققت إيرادات تشغيلية لا تقل عن 12 مليار ريال في ظل حقيقة التحديات التي واجهناها ولعل في مقدمتها يعني تعليق أو إيقاف بعض استيفاء بعض الرسوم والعملات المحاصلة من قبل العملاء. خلال النصف الاول من العام الجاري وبالتالي من المتوقع ان يتواصل هذا الامتداد خلال الربع الثالث من العام الجاري ويكون له تاثير نعم. على مستوى التحرك طبعا كذلك لاحظنا المجموعه نجحت في تخفيض مستوى التكلفه الى الدخل بنسبه تقريبا وصلت الى نقطه مئويه طبعا اجمالا يمكن القول ان الاداء سيكون جيد خلال الربع الثالث من العام الجاري لمجموعه بنك قطر الوطني ومن المتوقع ترتفع او تقفز يعني نتائج اعمالها للربع الثالث من العام الجاري مقارنه بالربع الثاني من العام الجاري اذا ما تم طبعا الاخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصاديه التي شهدناها تيلة النصف الاول من العام الجاري، بالنسبه لمصرف الريان، مصرف الريان حقيقه نجح في المحافظه على تقريبا المستوى المحقق خلال النصف الاول من العام الماضي وحافظ على النتائج الماليه المحققه سواء على مستوى الارباح او حتى على مستوى بيان الدخل وحتى على مستوى المحافظه على الاداء التشغيلي والايرادات التشغيليه التي حققها البنك وكما هو معلوم يعني الصيرفه الاسلاميه في دوله قطر يعني وفي السوق المحليه تجتذب العديد من يعني العملاء سواء كانوا من فئه المؤسسات او الافراد وكما هو معلوم طبعا الصيرفه الاسلاميه ما يحسب لها انها عاده تكون متحفظه وبالتالي هذا يكون نقطه دفع وعامل قوي للمحافظه على اداء البنوك والمصارف الاسلاميه بشكل عام في مواجهه اي تحديات وبالتالي تكون نسب المخاطر على القروض والتعثر تكون منخفضه مقارنه بالبنوك التقليديه. فبالتالي يمكن القول ان نعم ولكن مصر فرين. بالنسبه للتعثر نعم. احمد هل يمكن ان نشهد امتداد لتاثيرات التخصص المخصصات الماليه للقطاع البنكي على اداء البنوك خلال الربع الثالث من هذا العام طبعا سيكون له تاثير على مستوى اجمالي البيان المالي وسيكون له تاثير على مستوى الارباح حيث سيتم اجتساء او اقتطاع بعض الاموال والتدفقات المتاتيه من سواء من الايرادات او من الارباح المحصله على الاداء التشغيلي بشكل عام يتم تحويلها في شكل مخصصات تحوط هي ستكون موجوده كاموال ونقود ولكن تحت بند التحوط هذا لا ينفي ان الاداء سيكون جيد لا ينفي ان الارباح جيده اجمالا في ظل المتغيرات التي لاحظنا لاحظناها وسجلناها حقيقه خلال النصف الاول من العام الجاري ومثل ما ذكرنا في اكثر من مناسبه من حقيقه من الظلم قياس النصف الاول او تسعه اشهر من العام الجاري على التسعه اشهر من العام الماضي في ظل المتغيرات التي شهدناها لان العام الماضي كان له احكامه ومتغيراته كنا نتحدث عن نمو وكنا نتحدث عن اداء اقتصادي نتحدث عن توسعات على مستوى العالم الان نتحدث او خلال ان التسعه اشهر من العام الجاري اصبحنا نتحدث عن ركود وانكماش اقتصادي عالمي تراجع الطلب يعني العديد من التحديات راينا التاثرات الكبيره التي شهدها السوق يعني المالي لاحظنا كذلك تراجع التجاره العالميه بشكل كبير لاحظنا العديد من المتغيرات التي كانت ضاغطه ضاغطه بشكل كبير على الاسواق العالميه وتاثرت مختلف يعني المؤسسات والقطاعات الاقتصاديه في مختلف دول العالم بشكل عام لكن مثل ما ذكرنا المخصصات سيكون لها تاثير الى حد ما بنسب متفاوته على حسب قدره كل بنك في اداره المخاطر وعلى حسب قدرة وعدد أو إجمالي القروض التي يتمتع بها البنك وقدرته في إدارة المخاطر التي قد تواجهه وبالتالي سيكون ستكون هذه عوامل محددة لمستوى التأثير أو مدى تأثير تلك المخصصات على الأرباح وبيان المركز المالي المجمع للمختلف البنوك والمصارف العاملة في الدولة والمدرجة ضمن بورصة قطر نعم وضحت أحمد مشاهدين الكرام دعونا الآن نستعرض وإياكم افتتاحية المؤشر العام لأولى جلسات هذا الأسبوع نشهد عمليات جني أرباح بعد التحسن الكبير الذي أنهينا عليه جلسة الخميس الماضي ليتراجع المؤشر وإن كان بنسبة طفيفة وهامشية نفقد قرابة خمس نقاط فقط عن مستويات الخميس الماضي واستقرار عند عشرة آلاف وسبع وعشرين نقطة أقل من عشر نقطة تراجعات للمؤشر مع هدوء على صعيد التداولات لهذه الجلسه قرابه واحد وخمسين مليون ريال قيم التداولات مع قرابة 53 مليون سهم أحجام هذه الجلسة لنتابع وإياكم الشركات الأكثر ارتفاعا لهذا اليوم تتصدرها السلام مع ارتفاعات ب 5.18 14 مليون و 150 ألف ريال تليها استثمار مع ارتفاعات بأكثر من 3% و 14 مليون 900 ألف ريال قيم تداولات إزدان ثالثا مع ارتفاعات قربت من 3% و 6 ملايين ريال زخم على هذه الشركه تليها بعد ذلك الخليج التكافلي مع ارتفاعات ب2.7% ومليون ونصف المليون ريال قيم التداولات الشركات الاكثر انخفاضا لهذا اليوم جنى ارباح واضحه على بنك قطر الاول والذي تحسن على مدار خمس جلسات سابقه يتراجع ب1.17 نقطه المئويه مع تداولات هامشيه على البنك تليها في ذلك قطر للتأمين مع انخفاضات بواحد ونصف النقطة وثمانية وعشرين مليون ريال قيم التداولات تليها المناعي واحد وعشرين نقطة مع أيضا تداولات هامشية وطفيفة دعنا نقول أن تداولات الجلسة لهذا اليوم هادئة حتى هذه اللحظة وأخيرا الطبية وصلت إلى انخفاضات بواحد وعشرين نقطة المئوية الشركات الأكثر نشاطا لهذا اليوم السلام في الصدارة عفوا حتى هذه اللحظة استثمار تصدرت القائمة قائمة الأكثر نشاطا مع ارتفاعات بثلاثة ونصف في المئة تليها السلام وخمسة وثمانية عشر النقطة ارتفاعات هناك تحرك مستمر للشركات إذن ثالثا مع اثنين وثمانية عشر وقامكو رابعا بحوالي واحد في المئة ارتفاعات سؤالك سيد عقل هل نعتقد أن المؤشر العام قادر على تحقيق إغلاق أسبوعي فوق مستويات العشرة ألاف نقطة أو تجاوز ربما العشرة ألاف وثلاثمائة نقطة مع نهاية هذا الأسبوع وربما هل سنشهد ضغط متزامن مع موسم الإفصاحات للربع الثالث يعني بتصور أنه هذا المؤشر قادر نعم نحن شفناه خلال الأسبوعين الفائتين وهذا كان بيعطي إشارة إيجابية بالإغلاق فوق مستوى العشرة ألاف كإغلاق أسبوعي للأسبوع الثاني على التوالي إن شاء الله بيفتح المجال أمام تحركات إيجابية خلال هذا الأسبوع في حال محافظة على العشرة ألاف ممكن نتجه لمستويات العشرة ألاف ومئة وخمسين عشرة ألاف ومئة ومئة نقطة مقاومة مهمة جدا على المستوى المتوسط وعلى المستوى الطويل انا بتصور انه اعلان النتائج هي الفيصل في هذا الموضوع، ومن المتوقع ان شاء الله انه اعلان النتائج تكون افضل من المتوقع، اليوم نحن الجميع يعلم انه الفتره اللي عم نمر فيها خلال هذا العام هي فتره ضاغطه على جميع يعني الشركات وعلى جميع قطاعات الاعمال بالعالم وليس فقط بدوله قطر. وبالتالي المقارنه انا بتصور خلال هذه الفتره رح تتم بين ما هو متوقع وما هو تم الاعلان عنه. بالتالي رح نشوف انه انا برايي اداء ايجابي لبعض الاسهم حتى لو كان في تراجع طفيف في الارباح ولكن سوف يعتبره البعض انه هو اداء قوي وهذا رح يروح بهذه الاسهم الى ارتفاعات حتى وان كانت قد انخفضت عن نفس الفتره من العام الفائت ولكن الانخفاض الطفيف ببعض الاحيان قد يكون اداء قوي خاصه انه انا بتصور انه من يريد ان يتابع وياخذ قراره الاستثماري بحكمة ودقة يجب أن ينظر إلى بيانات الربع الثالث منفصلة عن الربعين الفائتين لأنه إحنا الربع الثاني شفنا كان في ضغط على معظم الأعمال بشكل كبير فخلينا نشوف هل الربع الثالث كان في نمو مقارنة مع الربع الثاني نفسه ولا لا هيدا إذا كان في نمو وكان في أداء أقوى هيدا, هيدا إشارة على تعافي وعلى عودة الأعمال إلى مستويات النمو مرة أخرى وبالتالي بيفتح الباب أمام نتائج سنوية أفضل وأيضا توزيعات قد يعني تكون موجودة يمكن من المبكر الحديث عنها بس بكل الاحوال انا بقول انه نحن قادرون على الاغلاق ان شاء الله خاصه أن هناك تفاؤل بنتائج بعض الشركات وبالتحديد القطاع البنكي والقطاع الصناعي اللي كان عليهم ضغط كبير خلال الربع الثاني نعم مشاهدينا سنترك ملف البورصه جانبا وربما ان اسعفنا الوقت سنعود ونستعرض معكم اداء المؤشر حتى تلك اللحظات وفي ملف اخر حاز مطار حمد الدولي على جائزه افضل مطار فيما فازت السوق الحره القطريه بجائزه افضل بيئة بيع بالتجزئة في المطارات، حيث تم التصويت عليهما من قبل جيل الألفية وذلك خلال حفل توزيع جوائز ترافل ريتل 2020، وشارك في عملية التصويت على الجوائز أكثر من 5000 مسافر سافروا خلال الأشهر الستة الماضية عبر واحد 61 مطارًا في كل أنحاء العالم، وقد حصل كل من مطار حمد الدولي والسوق الحرة القطرية على جائزتين من القائمة النهائية التي ضمت ستة مطارات دولية أخرى. سيد فضلي دعني اسالك يوما بعد يوم يثبت مطار حمد الدولي انه احد افضل المطارات حول العالم. آآ آآ هذه الجائزه والتي آآ كانت من نصيب السوق الحره او بيع التجزئه في آآ آآ مطار حمد تعتبر اضافه ايضا للجوائز التي استحوذ عليها المطار خلال الفتره السابقه، كيف قرات او تابعت هذا التصنيف؟ طبعا هذا التصنيف وهذه الجائزه هي انجاز جديد ينضاف الى مطار حمد الذي يعتبر ايقونه على مستوى المنطقة أو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحتى على مستوى العالم لاحظنا العديد من الخبراء وعديد من كبار المسؤولين الذين زاروا الدولة خلال السنوات وخلال الفترات الماضية يشيدون بهذا المطار وبقيمة الخدمات التي يقدمها لمختلف المسافرين وخاصة أنه أصبح يعتبر هو نقطة العبور والربط بين مختلف القارات بين خمس قارات يعني عدد كبير من المسافرين هناك يعني خطط استراتيجيه لتطوير عدد المسافرين عبر المطار الى ما لا يقل عن 30 مليون مسافر طبعا خلال السنوات القليلة المقبلة طبعا هناك سعي دؤوب متواصل من أجل تطوير الخدمات وهنا لابد من التنويه إلى نقطة مهمة لاحظناها حتى خلال أزمة كورونا كان مطار حمد من أول المطارات المسارعة لاستعمال أبرز أو أحدث التقنيات المستحدثة والمستخدمة في الكشف عن فيروس كورونا ومواجهة هذا الفيروس وتحقيق السلامة الكاملة للمسافرين من خلال تأمين تجربة سفر رائدة و آمنه لمختلف المسافرين سواء كانوا من زوار الدوله او حتى من زوار الترانزيت او يعني من خلال نقطه العبور طبعا العديد من الانجازات يتم العمل على عليها خلال الفتره المقبله لتطوير المطار لاحظنا منذ تقريبا في موازنه 2019 على ما يعني تقريبا تم رصد مبالغ ماليه ضمن الموازنه لتطوير المطار خلال السنوات القليله المقبله بما يساهم في تطوير البيئه نعم. التشغيليه للمطار واجتذاب العديد من المسافرين نعم. وضحت احمد. أه سجلت رخص البناء الصادرة عن البلديات في الدولة ارتفاعا عاما نسبته 31% خلال شهر سبتمبر الماضي قياسا بالشهر السابق له بعد زيادة كبيرة سجلتها جميع البلديات باستثناء بلدية الشمال. أوضح بيان صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر الماضي بلغت 757 رخصة لمبان سكنية وغير سكنية في مختلف بلديات الدولة مقابل 577 رخصة سجلت في أغسطس الماضي على الرغم من التحديات التي شكلها فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي والعالمي إلا أن قطاع البناء استمر في العمل وهو القطاع الذي يعد أحد الأنشطة الرئيسية التي تساهم في التنويع الاقتصادي أرقام وإحصائيات جهاز التخطيط والإحصاء اظهرت ان معدل رخص البناء الصادرات عن البلديات في الدولة سجل ارتفاعا شهريا بواحد وثلاثين في خلال سبتمبر الماضي بعد زيادة كبيرة سجلتها جميع البلديات باستثناء بلدية الشمال ووصل عدد الرخص الى سبعمائة وخمسين رخصة لمباني سكنية وغير سكنية في مختلف البلديات مقابل خمسمائة رخصة في اغسطس الماضي وجاءت بلدية الشحنية على على رأس قائمة البلديات في معدل الزيادة الشهرية مسجلة 127% تلتها الظعايم ب 43% ومن ثم أم صلال والدوحة الوكرة ريان وأخيرا الخر. بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة مستحوذة على نسبة 24% من إجمالي تلك الرخص. تلتها بلديه الدوحه ب 22% وما ثم ضعاين فالوكراء واخيرا الشمال وشكل عدد تراخيص المباني الجديده 43% من اجمالي رخص البناء الصادره خلال سبتمبر الماضي وتراخيص بناء الاضافات 52% والتحويت ب 5% وتصدرت رخص الفلل قائمه المباني السكنيه الجديده ب 74% تليها فئه مساكن قروض الاسكان ب 17% واخيرا العمارات ب 7% وجاءت المباني التجاريه في مقدمه تراخيص المباني غير السكنيه بنسبه 39% تبعتها المباني الصناعيه وما ثم المباني الحكوميه اما شهادات اتمام المباني فقد وصل عددها الى 368 شهاده في سبتمبر الماضي مسجله زياده شهريه ب 33% وقفز عدد رخص البناء الصادرة خلال العام الماضي إلى أعلى مستوى خلال ثمانية أعوام، وجاءت دولة قطر في المرتبة الثالثة عشرة عالمياً في مؤشر سهولة استخراج تراخيص البناء ضمن تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 سيد احمد ربما كان الاسبوع الماضي يتضمن احد اهم الاخبار التي صدرت اقرار قانون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، خلال التقرير سمعنا ربما وبالارقام الزياده المتزامنه مع هذا القرار ولكن هل يمكن ان نعتبر ان هذه الزياده تاتي ضمن مواكبه مسبقه لهذا القانون او للطلب المتوقع على القطاع العقاري في الدوله خلال الفتره المقبله؟ هو شوفي لا شك أن هذا القانون له دور كبير بزياده الطلب على العقارات على مستوى خاصه التملك وهذا الموضوع يعتبر ايجابي جدا لشركات التطوير العقاري اللي هي عاده يعني تبحث عن هكذا أعمال اللي هي أن تقوم ببناء مجمعات وإعادة بيع على هذا يعتبر عمل مستمر وتطور مستمر وتحقيق أرباح بشكل سريع أسرع من عملية التأجير اللي عادة بتاخد عدة سنوات لإعادة رأس المال ومن ثم تحقيقه وبالتالي لا شك أنه ارتفاع عدد الرخص بهذه الفترة والفترات القادمة سوف يكون متأثر بشكل كبير بهذا القرار هذا القرار بالنهاية هو عبزيد الطلب يعني هو أحد عوامل زيادة الطلب على القطاع العقاري بالفترات القادمة إضافة لسياسة الدوله للسياسات الاستثماريه لموضوع كاس العالم للنمو السكاني النمو الاقتصادي ياتي هذا القانون من ضمن التشريعات التي تقوم بها الدوله لدعم هذا القطاع العقاري وفتح باب الاستثمار امام المستثمرين الاجانب بشكل اوسع واوسع من فتره الى اخرى. انا بشوف انه اهميه هذا القانون او هذا القرار هو اولا بانه الشركات ايضا والافراد اصبحوا قادرين على تملك آه خلينا نقول وحدات عقارية بعدة مناطق اثنين المساحة الجغرافية الغير محدودة اليوم في تحديد لعدة مناطق ولكن أيضا المجمعات السكنية والمجمعات التجارية بكافة أراضي الدولة هذا أيضا فتح باب التملك بكثير من المناطق وخاصة التملك التجاري اليوم من يقوم بأعمال خلينا نقول شخص متوسط الحال يقوم بمستويات أعمال على مستوى تجارة معينة أصبح بإمكانه تملك المكان الذي يقوم به بالتجارة وهذا بوقف الأوفر هيتس المصاريف الثابتة اللي بتحملها الشخص على مستوى الإيجارات يخليه قادر على مواجهه اي تحديات قادمه بالمستقبل. نعم. سيد فضلي هل تعتقد ان ربما القطاع العقاري بحاجه لمزيد من الضخ؟ نتحدث هنا على صعيد المنتجات العقاريه او ربما تنوعها في السوق القطري. طبعا الدوله مقبله على العديد من الاستحقاقات خلال الفتره المقبله نلحظ تطوير في عدد من المناطق، نلحظ تطوير لمجموعه من التشريعات وبالتالي على ما اعتقد ان الدوله ما زالت يعني في حاجه والسوق ما في حاجه ل تطوير مجموعة من المنتجات العقارية التي من شأنها أن تجذب العديد من المستثمرين سواء كانوا من الداخل أو حتى من الخارج خاصة بعد أن تم إقرار القوانين التي تتيح وتجيز للأجانب بتملك العقارات بشكل كبير. نعم مشاهدينا دعونا الان ننتقل واياكم للاسواق العالميه والتي ارتفعت فيها مؤشرات الاسهم الامريكيه في ختام جلسات الاسبوع ليسعد داو جونز بنحو 160 نقطه ويسجل اكبر مكاسب اسبوعيه منذ اغسطس الماضي مع مراقبه المحادثات بشان صفقه التحفيز الاضافيه لاكبر اقتصاد في العالم أداة إيجابي حققته بورصة وول ستريت وسط تجدد آمال التوصل لاتفاق بشأن صفقة للتحفيز المالي بعد استئناف المفاوضات وإشارات حول زيادة مقترح المساعدات من جانب الجمهوريين إلى تريليون و مليار دولار بدلا من تريليون و مليار دولار سابقا. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 161 نقطة إلى نحو 28568 نقطة فيما أغلق المؤشر ستاندر البورز 500 مرتفعا بأكثر من 30 نقطة إلى نحو 4477 نقطة كما وزاد المؤشر نزاك المجمع عن 158 نقطة إلى نحو 11579 نقطة وعلى أساس أسبوعي حقق ستاندر أنبورس 500 زيادة بنسبة 3.18% كما وربح نزداك 4.5% تقريبا وهما أكبر مكسبين أسبوعيين لهما في النسبة المئوية منذ يوليو الماضي وتقدم الداو جونز حوالي الثلاث نقاط ونصف النقطة تقريبا وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ أغسطس الماضي وبالنظر إلى الأسواق الأوروبية ارتفع مؤشر ستوكس يوروب 500 نصفا في المئة كما حقق مكاسب تجاوزت 22 خلال الأسبوع الجاري كما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة هامشية مسجلا أكثر من 13 ألف نقطة فيما زاد فوتسي البريطاني بريطاني نحو نصف في المئة إلى 6061 نقطة ونصف النقطة تقريبا وارتفع كاك الفرنسي نحو 17 في المئة إلى 4946 نقطة وفي الأسواق الآسيوية تراجع مؤشر نيكي الياباني 10% لكنه سجل مكاسب أسبوعية بلغت نحو 2.5% تقريبا كما انخفض المؤشر الاوسع نطاقا توبكس بنحو نصف النقطه المئويه. سيد عقل ربما نشهد ارتباط في اداء الاسواق الامريكيه او العالميه بالانتخابات الرئاسيه، هل يمكن ان اتوقع امتداد لهذه التاثيرات خلال الفتره المقبله؟ وما هي النصيحه التي يمكن ان تقدمها للمستثمر في اسواق المال في مثل هذه الاوقات؟ لا شك أنه الارتباط كبير وواضح الاقتصاد الأمريكي هو الاقتصاد الأكبر بالعالم والدولار هو أكثر العملات انتشاراً وبالتالي أي تأثير على مستوى الاقتصاد الأمريكي على مستوى أداء الشركات أو حتى على مستوى الاقتصاد الداخلي بأثر بشكل كبير على معظم اقتصاديات العالم وعلى كثير من الشركات المدرجة أه وهذا يعني أنا بتوقع أنه الفترة القادمة رح, رح نشوف مزيد من الارتباط خاصة في ظل حروب او ضغوطات اقتصادية كبيرة عم بتواجه العالم ما بين الصين والولايات المتحدة الامريكية وموضوع كورونا. نعم. النصيحة المهمة خلال الفترات القادمة الترقب والحذر والاستثمار بالشركات البعيدة عن المضاربة، بنسميها بلو الشركات ذات القوة والملاء المالية، الشركات القيادية التي من المتوقع أن تعود لالتقاط أنفاسها بالفترات القادمة لمجابهة التحديات التي كانت خلال هذه الفترة، وبالتالي أتوقع أنه الفترة نعم. القادمة هي فترة الأسهم القيادية. نعم وضحت. في خبرنا الأخير مشاهدين تراجعت أسعار النفط عند تسوية التعاملات لكنه سجل مكاسب أسبوعية تتجاوز 9% ليكون أول صعود في غطون ثلاثة أثاب... آه عفوا أسابيع مع مخاوف بشأن تراجع المعروض من الخام عند التسوية تراجع سعر العقود الأجل للخام برنت القياسي تسليم ديسمبر نحو 1.14% مسجلا 42 دولار و85 سنتا للبرميل كما هبط سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم نوفمبر بنحو 1% ليصل إلى 40 دولار و72 سنت للبرميل، سجل خاما برنت ونايمكس مكاسب أسبوعية بلغت نحو 9% و 9.5% على التوالي أو على الترتيب خلال الأسبوع الجاري لتكون أول زيادة خلال ثلاثة أسابيع. سيد فضلي مكاسب أسبوعية قوية للنفط بأكثر من 9%، هل يمكن آه أن نتوقع تعافيا سريعا للذهب الأسود؟ مع مؤشرات التعافي الاقتصادي العالمي. طبعا في حال عوده الطلب العالمي على الذهب الاسود الاكيد ان الاسعار سترتفع لكن يبقى هناك تحدي مهم وهو مدى توفر المعروض الذي سيكون هو المحدد للاسعار، في العموم يمكن القول ان تحرك الاسعار سيكون خلال الفتره المقبله والاشهر المقبله من 35 دولار الى المستويات المسجله الان وهي الى حدود تقريبا مستوى 3 الى 44 دولار. نعم سيد أحمد فضلي صحفي بجريدة الوصول القطرية كنت معنا مباشرة من مقر بورصة قطر الشكر موصول أيضا لضيف الكريم معنا بالاستوديو سيد أحمد عقل محلل الأسواق المالية والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم لنا نلقاكم عند الواحدة ظهرا ونشر اقتصادية وآخر إغلاقات البورصة القطرية إلى اللقاء